الو، ايوه يا دكتور شنتوفي، انا ساس وجارتك في العماره. السكن ولا العياده يا سكر؟ انت متاكد ان انت دكتور؟ واكتبي لها دكتور. ايوه معاك يا دكتور، انا جارتك في السكن. السكن شحت البواب قال لي ان حضرتك سايكايترست. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عبيطه ولا ايه؟ هو في ايه بقى؟ ده شتمني وقفل السكه في وشي. ازاي ما يعرفش ان ايه سايكايترست يعني؟ الله، ويشتمك ليه؟ ايش حال جايبينها في مصلحه؟ ناس مش وش نعمه بصحيح. الله، هو يعني ايه ساركاستس دي؟ يعني دكتور نفساني ان امريكان لانجوج يا جاهل انت. هاتي هاتي الموبايل، انا هكلمه افهمه، صبركم بس. طب ما تكلمه من موبايلك يعني. واكلمه انا من موبايلي ليه؟ هو انا اللي مصدق ان البي عيان مش بيستهبل وقاصد يعمل فينا مقالب سخيفه؟ سلام انا ماشي. صبركم مال بس يا استاذ عز، اديله تليفونك يا ساسو عشان اقعد نتخانق وصافي مربوطك ده. هو انتوا عندكم دم اصلا؟ اتفضلوا فكوني فكوني، سيبوني امشي من هنا. لا يا صافي، مش هنسيبك تمشي. مش معنى ان انت عندك مشكله، صحيح يعني احنا مش عارفين هي ايه، بس ده مش معناه ان نسيبك تمشي برضو. وبعدين يا صافي، يعني احنا مهما كان واكلين مع بعض عيش وملح، والعيش ما تهونش الا على اولاد الحرام. انت شحت الزفت. اهو وصل دكتور شتنوفي، انا هندهله. يا دكتور ممكن تشرفنا هنا؟ ده انا هطلع عينك، انت مخلي عيلة تكلمني تشتمني. لو سمحت انا مش عيلة. هو انت اللي كلمتيني؟ ايوه. طول بالك بس يا دكتور، دول جيرانك هنا في العمارة وعندهم زميلهم تعبان، اتفضل بس عندنا وهم هيفهموك كل حاجة. انا كده هتأخر على العيادة يا شحتة. انت اصلا حد بيجيلك؟ انت دكتور على ما تفرج. اهلا بجيراني الاعزاء. خير؟ مساء الخير يا دكتور. الوقت صافي ده عايحس بحاجات غريبة كده. انا نفسي وعصبي. شوف، ما هو العصبية دي هتخسرك كتير والله. عارف انت كده لو هديت ربنا هيرزقك وهتبقى زي الفل. انتوا متأكدين انكم ساكنين هنا ولا ده عنبر في العباسية؟ لا فكوني بقى. ده ايه ده كمان؟ انتوا عصابة بقى. يا دكتور طول بالك بس، واحنا هنفهمك كل حاجة، بس بطل عصبية وانت هتعرف تعالجه. اتفضل حضرتك، بس يا ريت بسرعة. شوف يا دكتور، احنا اس فجأة كده لقينا اصوات غريبة وهتحصل في الشقة. قوم ايه بقى، احنا جبنا راجل نصاب كده فض الشقة وخلع بالعفش. اللهم طولك يا روح. صبرك بس يا دكتور. قوم بقى عز بيه، بلغ البوليس ورجع العفش. ومال الاخ المربوط ده بالقصة دي؟ يعني هو اللي سرق العفش وانتم قابضين عليه. بص يا دكتور، بعد ما البوليس رجع لنا العفش. يا دي العفش، ما احنا اكتشفنا ان العفاريت مش هي اللي ورا الحاجات الغريبة اللي بتحصل لنا. كمان عفاريت؟ لا انتوا حالتكم صعبة قوي يا دكتور. ما هو لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. لا كده كتير. من الاخر يا دكتور، صافي اللي ساكن معانا طلع هو اللي بيعمل الحركات دي من غير ما يحس، وعشان كده ربطنا احسن يعمل حاجة خطيرة. كده بدأت افهم. يا فرج الله، اخيرا. الحمد لله على السلامة يا دكتور. تمام، يعني انتم عايزينه يتعالج. ياه، ما شاء الله عليك يا دكتور، اخيرا حضرتك فهمت. الاي كيو واضح انه بعافيه قوي. ايوه يا دكتور شنتوفي، بليز. بصي بقى يا قطه انتي، انا اسمي دكتور شطانوفي، شطانوفي، دكتوراه امراض نفسيه وعصبيه، مش شنتوفي. ابوس ايدك، ما تردي، خلينا نخلص. فكوه الاول طيب، علشان عايز اعرف اشوف شغلي. اتفضل يا دكتور. اخيرا، انتوا عيال زباله صحيح. بص بقى يا جدع انت، ما هو يا تطلع عيان فعلا وتلاقي حل لحكايتك، يا اما تطلع بتشتغلنا وساعتها تدور على مكان تاني، فاهم؟ انت طلعت ندل قوي يا عز. انت بتعمل ايه يا زينهم؟ استني بس يا ساسه ثانيه واحده وهكون خلصت. الله، هو مش انتوا بتعملوا كده؟ اباجوره وكنبه وجهاز تسجيل زي الاستاذ الدكتور زهني في فيلم اين عقلي. ها دكتور شطه، بس انا مش فاكر كان اسمه زهني ولا زهدي. مين دول؟ سيبك منه يا دكتور، ده حالته مستعصيه، ده محتاج جلسات كهرباء عشان يبقى انسان طبيعي. الله، ما بلاش انت اللي تتكلم يا عم صافي، ده احنا حتى فيها اهو. ايه انت بتعايرني يا زينهم؟ لا يا عم، انا مش بعايرك، بس انت اللي بدأت. ممكن نخلص بقى؟ واضح فعلا ان انا في عنبر مش في بيت. هو انتوا اخوات؟
اخوات ازاي يعني؟ لا طبعا. وانت الطولي امال انتوا ايه؟ احنا زي ما تقول كده جيران يعني. جيران؟ ازاي يعني ساكنين في نفس الشقة مع بعض؟ يا دكتور مش ده موضوعنا، خلينا في حالة صافي، انا مش ناقص مجانين رسمي كده تمام قوي. اتفضل ارقد بقى يا عم صافي، خلينا نخلص. ارقد؟ حاضر هرقد، بس ليك رؤى، ليك رؤى يا سي الاستاذ زينهم. ها قولي بقى بتشتكي من ايه؟ بعد ما شكينا ان في عفاريت في البيت، زينهم قبض على صافي وهو بيعمل المقالب دي، بس لقيناه بينكر انه كان حاسس انه بيعمل الحاجات دي، لكن عز بقى مصدق انه بيبقى واعي وقاصد كل حاجه بيعملها. عز؟ عز مين؟ يا دكتور ابوس ايدك، احنا في ايه ولا في ايه؟ انا عز، وايوه هو بيستهبل. ايوه، ايه اللي خلاك تشك انه بيستهبل يا سي عز؟ يعني غمز بعني، طلع بومب من جيبه، شد شعره وطلع يجري. ايه ده انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده. وبدام انت مش فاهم حاجه، بتحكم ليه على حالته وعامل لي فيها خبير استراتيجي في طبيعه الامراض النفسيه؟ شفت يا عز، ما هو علشان كده كلمناك يا دكتور، علشان تحكم بينا. اخرسي انت كمان. ايوه صح يا جماعه، سيبوا الراجل يشتغل. اشتغل يا دكتور. اشغل لك موسيقى حزينه كده عشان يرجع بالذاكره. شغلوها عليك ساعه جنازتك يا بعيد. الله ليه بس كده يا دكتور؟ بس مش عايز ولا نفس ده. انتوا بجد كلكم محتاجين جلسات علاج، بس خليني اخلص من الحاله المستعصيه دي. هو جاي ربينا ولا جاي عالجه؟ ايه ده؟ بصي بقى، انا اقطع دراعي ان صافي ده بيستهبل، ملوش لازمه كل اللي بنعمله ده. عمرك مشيت وانت نايم يا صافي؟ معرفش، مش فاكر. ماما زمان قالت لي ان ساعات كتير كنت بتكلم وانا نايم. ومره رميت القطه بتاعتنا من البلكونه وانا نايم برضه. ايه يا حرام، ازاي تعمل كده يا صافي؟ دي قطه مسكينه. بس شويه يا قطه، انتي لما افهم عايز اساله الاول. I'm so sorry. اتفضل اسال يا دكتور. مين في دول مامتك؟ نعم، قصدي حد من دول ممكن يكون مع عشرك من زمان؟ محدش فيهم، دول لسه عارفهم من كام يوم مش اكتر. وفين اهلك؟ ايه يا ابني، ما تقول فين اهلك؟ ماتوا؟ لا بعد الشر، انا بس مقطعهم شويه ويعني انطفشت منهم. مقطعهم ليه؟ اصلهم بيقولوا لي يا فاشل. بس مش عايز ولا صوت، والا هطلعكم بره. احكي يا صافي. ولا حاجه، هم شايفيني فاشل عشان كنت فاشل في المدرسه، وكنت بحاول طول الوقت انجح في اي حاجه تانية. جربت الموسيقى والرسم والشعر والتمثيل لغايه لما نجحت في الفيسبوك. نعم يا حبيبي. ايوه دكتور، انا بابليك فيجر. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده يا دكتور، ملوش لا شغله ولا مشغله غير انه يقعد على الفيسبوك. بعد اذنك يا عز ما تتريقش عليا، انت عارف انا لما بكتب بوست ولا بطلع اي لايف فيديو على فيسبوك بيجيلي كام فولور وكام لايك؟ كام يا صافي؟ ها كام؟ مش اقل من 10,000 لايك، ده غير بقى الهارتس من البنات الفانز اللي عندي وكده. واو، استنى كده، انت الاكاونت بتاعك ايه على الفيسبوك عشان ادور عليك؟ بسم الله ما شاء الله، اكتبي قدام الحاله يشعر بالاشمئزاز والتقزز. وات انتي؟ وات انتي وهو يا حبيبتي؟ انا قلت مش عايز كومنت واحد، قلتلي كم لايك بقى يا اخ صافي؟ 10. بس يا بابا، بس انت صدقت نفسك؟ يعني ايه؟ يعني انا فاشل بجد؟ بص يا ابني، دي حالة ديناي واضحة. يا دينايا، عقلك الباطن بيحاول يهرب من مطاردته بكونك فاشل، فبيظهر الكبت ده في صورة أفعال غير مسؤول عنها أثناء نومك. فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كده قدامها قد إيه يا دكتور؟ قد إيه في إيه؟ أنا مش عايز ولا كلمة. يعني هو فعلا عيان يا دكتور؟ ده اللي واضح، ولسه جلسات العلاج هتخليه يتحسن. يعني إيه؟ يعني أنا عندي ديناي يا دكتور؟ لا، الإنكار ده مجرد عرض للمرض اللي عندك، وده اسمه سرنمة بالعربي أو سمنة بلازم بالإنجليش. فهمتوا؟ yeah, sure. دي شوية مهدئات مع منوم قوي، وهنتابع معاه إيه الأخبار. أهم حاجة أما تلاقوه بيمشي وهو نايم، ما تصحهوش خالص وتدخلوه ينام تاني على السرير وتقفلوا عليه بشويش. ها فاهمين؟ يا حبيبي يا صافي، صعبان عليا قوي بجد. يا ستي ما يصعبش عليكي غالي، بكره يخف ويبقى كويس. يعني صدقت بقى يا عز ان هو فعلا عيان مش تمثيل يعني؟ ايوه صدقت.
استريحتي؟